هستعمل 3 سمكات بوري متوسطه، وهستعمل رده حوالي نص كيلو. الحشوه بقى اللي انا هحشي بيها السمك عباره عن 5 فصوص ثوم، حبايه فلفل اخضر، 3 معالق كبيره كزبره خضراء، جزره مبشوره، نص كوبايه عصير ليمون، 3 معالق خل، ملح وفلفل وكمون. تاني الخلطه الحشوه سوري اللي هحشي بيها السمك، 5 فصوص ثوم، حبايه فلفل اخضر، 3 معالق كبيره كزبره خضراء، جزرايه مبشوره، نص كوبايه عصير ليمون، 3 معالق خل، ملح وفلفل وكمون. دي الحشوه اللي هحشي بيها السمك. انا بفضي بطن السمك وبحشيه بالحشوه دي. التتبيله بقى اللي انا السمك اوريدي اهو متبل فيها بقاله ساعتين، عباره عن ملح وفلفل وكمون، كزبره ناشفه، ثوم. ملح، كمون، كزبره ناشفه، ثوم، ده اللي انا متبله بيه السمك اوريدي. الخلطه بقى اللي هسقي بيها السمك، نص راس ثوم مفروم، نص معلقه كبيره كزبره ناشفه، ملح، فلفل، معلقه صغيره كمون، قرن فلفل اخضر حامي، عصير ليمونتين، معلقتين خل، نص كوبايه ميه. من تاني الخلطه اللي هسقي بيها السمك، نص راس ثوم مفروم، نص معلقه كبيره كزبره ناشفه، ملح وفلفل، معلقه صغيره كمون، قرن فلفل اخضر حامي، عصير ليمونتين ومعلقتين خل ونص كوبايه ميه. دي اللي هسقي بيها السمك. هعمل اول حاجه ايه، هحط الخلطه اللي انا هسقي بيها دي، اغليها غلوتين على النار. ادي الميه مع دي الليمون والخل، فلفل حراق، ادي نص راس الثوم فرماه، كزبره ناشفه، وادي الكمون. اوكي، هحطهم يغلوا، هحط معاهم رشه ملح. طبعا الخلطه دي بتطري السمك، بتخليه طري وبتديله طعم حلو قوي. هجيب بقى ايه، هعمل الحشوه اللي هحشي بيها. احنا زي ما قلنا حاطين السمك في التتبيله بتاعته، انا فاتحه البطن بتاعته وشايله اللي جواها والبطارخ. للناس بقى اللي بتسال على البطارخ والكافيار، الفرق بينهم، الكافيار ده هو اللي هو البيض بتاع السمك، لكن البطارخ هي رحم السمك نفسه، يعني اللي بيبقى جواه البيض اصلا. ادي حقلت بقى الثوم والخل والليمون الكمون مع بعض مع الجزر والفلفل الاخضر. عايزه تحطي حراق بدل الاخضر، اوكي، عايزه يبقى اخضر عادي، مفيش مشكله. ادي الكزبره خلاص. واجي بقى اعمل ايه، اقلبهم مع بعض. في ناس بتحط طماطم في الحشوه دي، بس انا ما بحبهاش بالطماطم كده اهو، واروح هشيه بيها كده اهو لغايه الراس، وبعدين ممكن برضو اجي هنا اهو، اروح برضو عامله كده. ادي السمك دي، بصوا انا هعملها كده اهو علشان ما تنشفش جلد السمكه، لو نشف من فوق السمكه مش هيلزق فيها الرده، فعلشان كده انا قلبته علشان يبقى طري علشان الرده تلزق فيه. خلاص كده اهو. انا بستعمل في الشوي صاجه قديمه عندي او صينيه قديمه عشان الرده هتتحرق فيها، فلازم ما استعملش حاجه جديده او حاجه اخاف عليها ان هي تبوظ. استاذ عسكر، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك؟ طيبه الكل. وانت طيب؟ اخبارك ايه؟ سما وسلمى محمد عسكر بيسلموا عليك، وعاوزين طاجن سمك كده من ايدك اللي زي العسل. من عينيا، من عينيا. هقول لكم على طاجن سمك حلو قوي النهارده ان شاء الله. كده اهو، ادي بقيه الحشوه. بعدين بقى الصوص ده، ده هو البهاريز كلها في الميه دي اهي كده اهو. خلاص، واجي بقى على الرده. إيه، انا عايزه بس اوريكم الصاجه، الصاجه اعرف ازاي انها سخنت. هي طبعا الصاج برد معايا دلوقتي، بحط عليه الرده واحطها يا اما على البوتاجاز يا اما في الفرن على سقف الفرن، بتتحرق كده اهو. ده معناه ان هي الصاجه خلاص مستعده ان انا ادخل عليها السمك. اجي انا هغليها 5 دقايق بس، اوكي. هاجي بقى هنا اهو، واروح جايبه الرده وحاطه السمك فيها. وهحطه على الصاجه اهو، بس احنا بنعمله كده الاول
هو بخليه، بص هو لو البوتاجاز ده كان عين نار كنت انا هشوت لكم السمك عليه، بس هو كهربا فصعب قوي ان احنا نشوي على الكهربا سمك بالرد، عشان كده هحطه على سقف الفرن من تحت. يا مدام هيام صباح الفل. صباح الخير، ازاي حضرتك؟ ازيك يا مدام؟ ازاي حضرتك؟ الحمد لله يا حبيبتي. كله تمام؟ الحمد لله. ازاي حضرتك؟ ازاي ولادك؟ ازاي الدكتور؟ الحمد لله كله تمام. ربنا يخليك، كل سنه وحضرتك طيبه. انت طيبه يا رب. ودايما منوره قناه الحياه يا حبيبتي. الله يخليكي بنورك يا حبيبتي. ربنا يخليكي، تسلمي لي يا حبيبه قلبي، ربنا يخليكي. مدام ايه حضرتك مره قلتي لي على طرد الكريم كراميل. طرد الكريم كراميل؟ يا حبيبه قلبي. اللي هو الالوان. ايوه يا حبيبه قلبي. البودنج. عينيا. تسلمي لي يا حبيبه قلبي، ربنا يخليكي والله يكرمك. يا ريت يا ريت ما تغيبيش عنا ان شاء الله. والله توحشوني جدا بس غصب عني. تسلمي لي يا مدام هيام. كده اهو ادي السمك، وزي ما قلنا بتبقى الصاجة سخنة. انا هشيل اللي عليها واحط السمك، وهحطه بالصاجة دي على صاجة الفرن. السمك لما يستوي هلاقيه فك معايا، يعني ملزقش. لو هو لازق يبقى لسه ما استويش. خلاص انا هخليه على الصاجة بتاعة الفرن لغاية لما يفك، وبعد كده بقلبه، ولما بقلبه بروح مسقيه بالخلطه اللي انا عملتها دي، ولما يطلع من الفرن بسقيه تاني بالخلطه عشان تطريه. اوكي ادي يبقى كده اهو. هقول تاني، احنا هنحط السمك في الصاجه دي، هحطها لو انا البوتاجاز عندي نار هحطه على النار، احمي الصاجه قوي واوطي النار واحطه على النار. لو انا البوتاجاز عندي كهربا زي دي هعمله على صاجه الفرن، ارضيه الفرن، هدخل الصاجه دي الصينيه دي على ارضيه الفرن، واول ما يستوي هو من تحت هيفك معايا، هروح قلباه الناحيه الثانيه اسقيه شويه بالميه دي الساقيه اللي انا عملتها، ولما اطلعه هحط عليه برده الميه دي الصوص دي علشان يطرى. هنروح لفاصل ونرجع لكم بعد الفاصل تاني، استنونا. السمك بعد ما بيستوي من ناحيتين وبقلبه بعمل ايه؟ انا سقيته طبعا مره، لكن المرة التانية دي دلوقتي بعد ما يطلع معايا ادي بحطه في طبق، باجي اشيل السمك احطه كده اهو في طبق، علشان انا عايزة اخليه في التتبيلة دي دقيقة او دقيقتين اهي. بسم الله الرحمن الرحيم كده. اوكي واروح جايبه التتبيله دي، وبعدين بسم الله الرحمن الرحيم بحطها عليه كده اهو. دي بقيه التتبيله، احنا عملنا اول جزء منها لما قلبنا السمكه، وبعدين دي زي ما قلت لكم بتديله طعم حلو وبتخليه طري، يبقى طعمه وريحته حلوين جدا. بسيبه دقيقه وبعد كده بغرفه في الطبق عادي. هنعمل دلوقتي